رئيس مجلس النواب بدورته الرابعة محمد ريكان الحلبوسي شغل منصب محافظ الأنبار ونائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق. أني نائب محمد ريكان حديد الحلبوسي من تولد محافظة الأنبار عام 81، عملت عضو لمجلس النواب للدورة السابقة كعضو للجنة حقوق الإنسان، من ثم بعدها عضو للجنة المالية ثم رئيس للجنة المالية، بعدها انتقلت إلى العمل كمحافظ للأنبار، حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية عام 2006، وأيضا يعني عملت الآن كنائب لممثل عن محافظة الأنبار وممثل عن الشعب العراقي جميعا، لنتحدث بصراحة أنه مجلس النواب تعرض إلى هجمة في المراحل السابقة ويحتاج إلى المزيد من الجهود من السيدات والسادة النواب ومن رئاسة مجلس النواب لتوضيح بعض الملابسات التي يتعرض لها أعضاء مجلس النواب وأيضا رئاسة مجلس النواب التي تحتاج بصراحة إلى التحقيق وتشكيل لجان في هذا الأمر لتثبيت مدى مقصرية من يدعي هذا الادعاء، وإن كان هنالك تقصير في أداء هذه المؤسسة على المؤسسة إصلاحها بشكل واضح ومباشر.